البلوجر العراقية مارينا العبيدي تحصد لقب ملكة جمال العرب ميس أرب أوردز 2021. توجت باللقب في حفل داخل أحد الفنادق بمنطقة الأهرامات. استطاعت الفوز باللقب رغم منافستها مع 13 متسابقة من الدول العربية المختلفة. إليكم في هذه الحلقة أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية. البلوجر العراقية مارينا أحمد العبيدي هي صاحبة لقب ملكة جمال العرب لعام 2021، وولدت في مدينة بغداد العراقية في عام 1995 لأب عراقي ووالدتها سورية، وعائلتها مكونة من 4 شقيقات وأخ واحد. درست في جامعة دمشق بسوريا وحصلت على شهادة بكالوريوس تجارة واقتصاد قسم تأمين ومصارف، وتعمل حالياً على تحضير رسالة الماستر في إدارة المشاريع، ولحتى الآن ما ارتبطت أو عاشت قصة حب. معظم أشقائها بيعملوا بمهنة الطب، أما والدتها فتعمل مهندسة كمبيوتر ووالدها طبيب بيطري. شاركت مارينا في العديد من البرامج في قنوات مختلفة ومنها قناة آسيا، بالإضافة لعدة برامج مميزة على قناة MBC مصر. تهتم مارينا بالموضة والأزياء، وبتنشر عبر حسابها على إنستغرام كل ما يخص المرأة، وبتابعها عبر موقع صور والفيديوهات 2.5 مليون متابع. تتمتع مارينا بجمال جعلها تتوج بلقب ملكة جمال العرب لعام 2021، وذلك بعد منافسة قوية مع جميع المتسابقات، وازدادت المنافسة قوة في التصفيات النهائية مع المصرية شيري عبد الحميد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.